السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تالتة ثانوي. معكم ميسو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تالتة ثانوي، خش وشوف أي فيديو أنت عايزه. إن شاء الله النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل التمارين اللي على الدرس الأول من الوحدة الثانية. الفيديو اللي فات كان عن شرح الدرس والكلمات والمواقف وكل حاجه فيه، وشرحنا القواعد على السبوره ولله الحمد. اللي ما شافش الشرح يا ريت يشوفه الاول قبل ما يحل معانا الاسئله. ان شاء الله دلوقتي هنبدا نحل في التمارين اللي على الدرس، هنحل التمارين اللي موجوده مع القواعد في الشرح، وبعد كده نخش على حل التمارين اللي بعد الدرس ان شاء الله. وقبل ما نخش على التمارين على طول هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول اكتيفيتي عندي بيقول اون بوا نوت او، اون بوا نوت او، نحن نشرب ميه. طبعا الدرس ده كان بيتكلم عن ادوات التجزئه وازاي ان احنا بنستخدمها مع المأكولات والمشروبات. كلمه او ديت كلمه مفرد تبدا بحرف متحرك مع فيرب بوار، هتاخد اداه تجزئه دو او الابوستروف. او بوتي دي جيني في الفطار، اون بو مونجي نحن نستطيع ان ناكل فروماج، كلمة فروماج كلمة مفرد مذكر هتاخد دي او. رقم ثلاثة يا شباب جو مونج نوات شوكولا، طبعا فيرب مونجي مع الاكل والشرب هياخد ادوات تجزئة، وشوكولا مفرد مذكر هتبقى دي او. ال اشيت نوات جلاس، اشيت جلاس هو يشتري ايس كريم او جيلاتي، طبعا كلمة جلاس مفرد مؤنث فهتاخد دولا. تو بوا نوات لي، كلمة لي مفرد مذكر هتاخد دي يو. اليا نوات فيتامين، فيتامين كلمة جمع هنا فهناخد دي او اس. البوا نوات كوكا، كوكا اوديني، تمام؟ كلمة كوكا هي كلمة طبعا مفرد مذكر، تمام؟ طيب المفروض ناخد ايه؟ دي يو اللي هي دي يو دي، تمام؟ طيب عندك دي يو في الاختيارات؟ لا، طب ممكن اخد ايه؟ ممكن اخد بدلها ان. ان وان زي ما احنا قلنا في الشرح مع المأكولات والمشروبات معناها واحد، يعني ايه؟ البوا ان كوكا هو يشرب واحد كوكا كولا في العشاء، يعني بشرب واحده بس كوكا كولا. طيب اليانوات ليجيم دون لو فريجو، يوجد خضروات في الفريزر او في الثلاجه، هنقول ايه؟ دي او اس عشان كلمه ليجيم هنا جمع. اوديني في العشاء، اون بو مونجي ياور، طبعا كلمة يقور من الكلمات اللي الجريك بتاعتها اللي هتحسب ان هي متحرك فهتاخد دي او. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول انا شيت نوت افوكا، افوكا كلمة بتبدأ بحرف متحرك وهي مفرد تاخد دي او الابوستروف. نوزيمو ميل، ميل ميل ده اللي هو العسل، ومع فيرب ايمي اللي هو من افعال الشعور او الميول، طبعا بياخد اداة المعرفة وهي مذكر فتاخد لو. الزاشيت نوت غيزا، هم يشترون عنب، طبعا كلمة عنب مذكر تاخد دي او مع فيرب اشتي. مونبير اشيت نوات بون ليجيم، يعني ابي يشتري خضروات جيدة، طبعا هنا الصفة وبعدين الاسم، تمام؟ في قاعدة بتقول لو الصفة جمع وجاي بعدها اسم جمع ما بناخدش دي او اس، بناخد دي او، دي قاعدة شاذة لازم تاخد بالك منها. نشيت با نوت اناناس، لا تشتري اناناس، كلمة اناناس مفرد مذكر المفروض ان هي تاخد ايه؟ دي ابوستروف او دي او عشان كلمة هنا جملة منفية، جملة منفية يبقى الدي يو هتتحول الى دي ابوستروف او دي او، طبعا الكلمة تبدا بحرف متحرك فتاخد دي ابوستروف. بعد كده يا شباب السؤال اللي بعد كده بيقول سامي مونش وات جاتو، سامي ياكل جاتو، كلمة جاتو مفرد مذكر تاخد دي او. مامير في نوات بون كونفيتير، برضه صفة جمع اسم جمع تاخد دي او. فو مونجي نوات فريت، انتوا بتاكلوا فريت، فريت اللي هي البطاطس المحمرة فهي جمع هنا تاخد دي او اس. البوا نوات كافيه، اللي هو بيشرب كافيه، كافيه يعني قهوة وهي كلمة مذكر مفرد تاخد دي او. المونج نوات فيوند، فيوند مؤنث تاخد دو لا. دوفو نوات سكر، سكر كلمة مذكر هتاخد ايه؟ هتاخد دي او. رقم سبعة يا شباب جو نمونج با نوات كورجيت، اللي هي الكوسة، طبعا كلمة كورجيت كلمة مفرد مؤنث فالمفروض ان هي تاخد دولا، لكن هنا الجملة منفية فالدولا هتتحول تبقى دي او. جومي نوات سيل، سيل اللي هو الملح وكلمة مذكر هياخد دي او.
اليابان نقط بيتزا جملة منفية، يبقى هنا البيتزا هتاخد ايه؟ هتاخد دي او عشان الجملة منفية. جو فودري نقط ديابولومنت، ديابولومنت كلمة مفرد مذكر، تاخد هتاخد ان عشان هنا تعبر عن العدد، مش جايب لي دي يو. طب هل هو ممكن يجيب لي الاثنين مع بعض؟ لا ما يجيبليش الاثنين مع بعض، هيجيب لي يا اما دي يو يا اما ان، بتعبر عن العدد. ان تعبر ما المأكولات والمشروبات عن العدد. انا اريد واحد مشروب نعناع لو سمحت. نوزيمون نوات كريفيت، كريفيت اللي هو الجمبري، لا كريفيت عشان هنا افعال ميول. مامير فافير كونفيتير، كونفيتير مفرد مؤنث، هتاخد دولار. جو فو اشتي نوات بوتي دو، انا اريد ان اشتري زجاجة مياه. بوتي دو كلمة مفرد مؤنث، هتاخد ان، ان بوتي دو لان هي تعبر عن زجاجة مياه واحدة، تمام؟ واحدة، واحد زجاجة مياه. اوجوتي في وجبة التصبيرة. امبو مونجي نوت فيغوي، فيغوي كلمة جامعة، تاخد دي او اس، تمام؟ واحد هيقول لي هنا احنا ما خدناش دولار ليه؟ تمام؟ اقول لك لان هنا بيعبر عن ازازة، انت مش هتاخد حتة من الازازة لان ديت اداة تجزئة، ادوات التجزئة تعبر عن بعض من كل، تمام؟ فهنا محددها لك، قال لك زجاجة مياه، تمام؟ فانت لازم انا تاخد هنا ايه؟ حاجة تعبر عن العدد، ان بوتيدو. بعد كده يا شباب كان عندنا في الدرس دوت شرح ادوات الاستفهام، والسؤال اللي عندنا دلوقتي على ادوات الاستفهام، واول سؤال بيقول ايه؟ أليمو فوزيمي، طبعا كلمة أليمو هنا كلمة مفرد مذكر، فهتاخد ايه؟ عايزين نشوف المعنى. عنصر انت تحب، تمام؟ طبعا هنا يبقى اي عنصر انت تحب، دي ما تنفعش عشان دي مذكر. طيب ماذا عنصر انت تحب؟ لا ما تنفعش، ما فيش حاجه اسمها ماذا، المفروض نقول اي عنصر انت تحب. طب كومبيان دو عنصر انت تحب، كم عدد كومبيان دو؟ على فكره لازم نيجي بعدها كلمه جامع، دي كلمه مفرد فما تنفعش هي كمان، تمام؟ رقم 2 تو ام بوار، انت تحب ان تشرب، تمام؟ كيسكو ماذا انت تحب ان تشرب؟ هتقول لي اخترتها ليه؟ هقول لك لان كيل دي وكيل دي ما بيجيش بعدهم ضمير شخصي، تمام؟ وكومبيان بيجي معاها دو او كومبيان كوت، فمش هينفعوا الثلاثه. لو انت عايز في فيديو اسمه ادوات الاستفهام هتلاقيه عندي على القناه في قائمه تشغيل اسمها قواعد، خش وشوف الفيديو بتاع ادوات الاستفهام هتستفيد منه جدا. وطبعا انا شرحت الجزئيه ديت في الدرس ده نفسه، يعني انت لو اتفرجت على الدرس هتفهم اللي انا بقوله، ولو ما اتفرجتش اتفرج عليه الاول. نوت ايلو نمبر دي تيري با كوتيديان، يعني عايزين نقول ايه؟ ايلو نمبر يكون عدد وجباتك اليوميه، يكون عدد وجباتك اليوميه، ما هو عدد وجباتك اليوميه؟ نقول ايه؟ كيليلو نمبر، ما هو عدد وجباتك اليوميه؟ ايه تابو سوبري فيري، يكون مشروبك المفضل، ما هو مشروبك المفضل؟ هيبقى كيل. فوزيمي بيان مونجي، انت تحب ان تاكل، هتبقى كيسكو، ماذا انت تحب ان تاكل. رقم 6 يا شباب نقط تامير اشيت او مارشي، والدتك تشتري من السوق، هنقول ايه؟ يبقى ماذا والدتك تشتري من السوق؟ يبقى كيسكو، كيسكو. فوفولي بارفان، انت تريد طعم، فوفولي انت تريد اي طعم، كلمه برفان مذكر تاخد كل. اكيلير كلمه اير مؤنث، هتاخد كل المؤنث. تبرون اون دي جيني، انت تتناول في الغداء، يبقى ماذا كيسكو. الفي اون فاكانس، ماذا هو يفعل في الاجازات، يبقى كيسكيل. اون ميل وسيكري دون نوات كاتيجوري، كاتيجوري نحن نضع السكر في الكتالوج بتاعنا، هنقول ايه؟ دون لا دون كيل كاتيجوري، كيل كاتيجوري. طب كاتيجوري دي هي مفرد مؤنث، تاخد كيل دي. هنا شباب رقم 13 بيقول لي نوات تيزا بتيت اليمنتير سون، يعني عاداتك الغذائيه تكون. طبعا هنا هناخد كلمة تيزا ابيتيت اليمنتير دي جمع مؤنث، فهناخد كل جمع مؤنث. بعد كده يا شباب هنخش على التمارين اللي بعد كده، واول حاجة عندنا ايه؟ المواقف. فو دوموندي ان كوبا سو كيل برون او بوتي ديجوني، يعني انت بتسأل صديق سو كو، يعني ماذا سو كو، دي ما تيجي في الموقف تعرف ان هي معناها ماذا. البرون هو يتناول في الفطار، كيس كيل دي هو هيقول ايه؟ هيقول انا بتناول في الفطار كذا، هيقول جبرولو بيتي دي جيني او بلكون، لا ماما مي برابير، ماما مي
بريبار إن بون أومليت، يعني ماما تجهز لي أومليت جميل. تمام، يبقى هذا الاختيار الصح. رقم 2، فود مون دي افوترامي سون بلا بريفري. انت بتسال صديقك عن طبقه المفضل، كيس جلدي ماذا هو يقول؟ هيقول سي لو بواسون افيك دو ري، يعني انه السمك بالرز. طيب فو فولي مونجي، انت تريد ان تاكل، كيس كو فو ديت افوتري مير، ماذا انت تقول لوالدتك؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لوالدتك ايه لما تكون جعان؟ هتقول لها مامون، هتقول لها جي ان جراندون في دو مونجي، هتبقى رقم بي. يعني ايه الجمله دي يا شباب؟ ان جراند اون في دو مونجي، يعني انا عندي رغبه كبيره للاكل. معناها كده في مصطلح اسمه افوار اون في دو، افوار اون في دو يعني لدي رغبه فيه. سؤال رقم 4، فو دو مون دي ان كوبا، انت بتسال صديق بوركوا، لماذا؟ ايه فا لا باتيسيري، هو بيروح محل الحلواني، كيس كيل دي ماذا هو يقول؟ هيقول جي ان بوتيت فام، انا جعان شويه، جاشيت ان جلاس، انا اشتري جيلاتاية. فو دوموندي ا فوتر امي، انت بتسال صديقك سو كيل فو بوار ابري لو ديجيني، ماذا هو يريد ان يشرب بعد الغداء؟ كيس كيل دي ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ عايز يشرب، خلي بالك مش عايز ياكل، هيشرب جو فو انتي فير، انا اريد شاي اخضر. رقم 6، فو دوموندي ان كوبالي برودويس لريير، يعني انت بتسال صديقك المنتجات الحبوب كيل اشيت التي هو يشتريها، كيس كيل دي ماذا هو يقول؟ خلي بالك حددها لك، قال لك منتجات حبوب، يبقى دوغي اي دي بات، رز ومكرونه. رقم 7، فوز انفيتي فوتر امي، انت بتدعو صديقك ابروندر لو دي جيني، بتدعو صديقك لتناول الغداء دون فوتر ميزو، في منزلك، كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ انت اللي هتدعي وانت اللي هتقول، هتقول له ايه؟ ساتو دي دي بروندر لو دي جيني شي موا، يعني ماذا يعني لك، ايه رايك تناول الغداء شي موا، يعني في بيتي عندي. رقم 8 يا شباب، فوتر امي فو دوموند، صديقك بيسالك لو نمبر دي فوري با كوتيديا، يعني انت صديقك بيسالك عن عدد وجباتك اليوميه، كيس كيل دي ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ كومبيان دي ريبا برون تو بارجور، اخر واحده، كم عدد وجباتك التي انت تتناولها في اليوم، بارجور يعني يوميا. المجموعه الثانيه في المواقف يا شباب، لو باتيسيير اللي هو الحلواني فودموند بيسالك او بيطلب منك فوتر جلاس بريفيرين، الايس كريم المفضلة بالنسبة لك، كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ جو لا دور على فانيلي، يعني ايه دي يا ميسيو؟ انا اعشقها، ال ابوستروف ديت عايدة على الايه؟ على الجلاس. تمام؟ جو لا دور، انا اعشقها، على فانيلي، بطعم الفانيليا. فوتري بوتي فرير، اخوك الصغير، فود موند يسألك، سوكي الفو، ماذا يلزم؟ بورمتر ليزاشا، لكي نضع المشتريات. كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ هتقول تو دوا افوار ان شاريو، شاريو اللي هي عربة التسوق، عربة التسوق اللي بتبقى في السوبر ماركت. رقم 3 يا شباب، فوتر امي فو دومون، صديقك بيسالك فوتر بواسو بريفيري، مشروبك المفضل، كيس كيل دي هو اللي هيقول، هيقول لك مشروبك المفضل ايه؟ هيبقى هو هيقول ايه؟ كيل جيس بريفير تو، اي عصير انت تفضل. تمام كده يا شباب، بيسألك عن مشروب، يبقى لازم انت تختار دي. فو كونسييه فوترامي، انت بتسأل او انت بتنصح صديقك بوريترون فورم، لكي يكون في الفورمة او في حالة صحية جيدة، كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ بوا بوكودو، يعني اشرب كثيرا من المياه. طبعا شرب المياه يا جماعة مهم جدا، مهم جدا، مش ما تشربش مياه لما تعطش، ده عادة سيئة، لا انا المفروض اشرب مياه باستمرار على فكرة. فو اكسبريمي فو سنساسيون، انت تعبر عن احساسك، كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جي ان بوتيت فا، انا جعان شويه، ان بوتيت فا. فوترامي فو دوموند سو كو فو بريني او دي جيني، صديقك بيسالك ماذا انت تتناول في الغداء، كيس كو فو ديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول دوبولي افيك دي بات، يعني فراخ ومكرونه.
فودمونديا ان كوبين، انت بتسال صديقه، انت بتسالي صديقه واحده صاحبتك ان ريسيت يعني وصفه مطبخ، بتطلبي منها وصفه مطبخ معينه. كيسك فوديت، ماذا انت تقولي؟ هتقولي لها ايه؟ كومو فير سوبلا، كيف كيفيه عمل هذا الطبق. الموقف الثامن يا شباب، بيقولوا بروف دي سيونس، مدرس العلوم، فودموند بيسالك لوسك والميه تكون ايه؟ كيسك فوديت، ماذا انت تقول؟ سيتان ليكيد كلير، انه مشروب شفاف. المجموعه الثالثه يا شباب بتقول ان كوباب فودموند، يعني صديق بيسالك لبرودوي لتيير كوفوزي مي، المنتجات الالبان التي انت تحبها، كيسك فوديت، ماذا انت تقول؟ طبعا قال لك منتجات البان، يبقى انت لازم تاخد حاجه من منتجات الالبان، هتبقى جادور لو ياوغ إلو فغوماج بلون، أنا أعشق الزبادي والجبنة البيضاء. رقم اتنين، فوترامي فودموند، صديقك بيسألك سوكو، ماذا فو بوفي، أنت بتشرب أبريلو دي جيني بعد الغداء، كيسك فوديت، ماذا أنت تقول؟ هتقول إيه؟ هتقول، هو بيقول لك حاجة أنت بتشربها، تمام؟ يبقى توت لا فامي برون دوتي، كل العيلة بتشرب شاي. يعني لما يقول لك انت بتشرب ايه بعد الغداء، هتقول لي ده كل العيله بتشرب شاي، يبقى اكيد انت كده من ضمن العيله، يبقى انت بتشرب شاي انت كمان. رقم ثلاثة، فوزافي مال اوتون، انت عندك الم في اسنانك، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول جو ني بو با مونجي دو غلاس، انا لا استطيع ان اكل جيلاتي. فودموندي افوترامي سوكيل ايم مونجي اوديني، انت بتسال صديقك سوكيل ايم، ماذا هو يحب ان ياكل في العشاء؟ كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول له انت بتحب تاكل ايه في العشاء؟ يبقى كيسكو تو بريفير بروندر اوديني، ماذا انت تفضل ان تتناول في العشاء؟ رقم خمسة، لا باتيسيري، يعني في محل الحلواني، فوفولي دو لا جلاس، انت عايز ايس كريم، كيسكو لو فوندير فودي، ماذا البائع يقول لك؟ هيقول لك ايه؟ كيل بارفان فولي فو، اي طعم انت تريد. فوترامي فودموند سوكيليا، صديقك بسألك سوكو، ماذا اليا يوجد دون فوتر ساندويش، في الساندويتش بتاعك، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ستان ساتان ساندويش او فروماج جريلي، انه ساندويتش جبنه. رقم سبعة يا شباب، فودموندي فوترامي سيجو المونتير، انت بتسأل صديقك ميوله الغذائيه، كيسكو فو ديت، انت اللي هتساله وانت اللي هتقول، هتقول له ايه؟ هتقول له كيسكو تو بريفير بروندر، ماذا تحب ان تتناول. رقم 8، فوترامي فو دوموند سوكو فو فيت افون شاك ريبا، يعني صديقك بيسالك ماذا انت تفعل قبل كل وجبه، كيسكو فو ديت، ماذا انت تقول؟ بتعمل ايه قبل كل وجبه؟ بتقول جد جد، يعني انا اساعد مامير، امي امتر لطبل، في تجهيز الترابيزه او تجهيز منضده الطعام. بعد كده شباب، الاسئله اللي جت في الامتحانات قبل كده، واول سؤال بيقول فودموندي افوترامي بوركوا، انت بتسال صديقك بوركوا، يعني لماذا الفا على باتيسيري، هو بيروح محل الحلواني، بتروح محل الحلواني ليه يا فلان؟ هيقول لك بور اشتي تغوا جلاس الاناناس، يعني عشان اشتري 3 ايس كريم بطعم الاناناس. فودموندي او فوندير لو بري دي بوم، انت بتسال بائع سعر التفاح، كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول ساكوت 20 ليفر ايجيبسيان، يتكلف 20 جنيه مصري. رقم 3، انا مي فودموند او فوزالي بور فير لي كورس، صديق بيسالك اين انت تذهب لكي تتسوق، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ بتتسوق فين؟ في السوبر مارشي. فوترامي فو اشتي دي بواسون، يعني صديق يريد ان يشتري سمك، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول له فا او غيون، اذهب الى قسم دي برودوي دو لا مير، قسم منتجات البحار. رقم 5، فو ديتستي، انت بتكره لزاليمو سكري، المواد السكريه، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ جونين بالو ديسير، لا احب الحلوى. سؤال رقم 6 يا شباب، انا مي فودموند، صديق بيسالك كالي
فوتر بلا بريفري، ما هو طبقك المفضل؟ ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جيم مونجي دي بولي افيك ديري، يعني انا بحب اكل فراخ ورز. فودموندي افوترامي، انت بتسال والدتك. فودموندي افوتغيمير سوكيل فابري باري بورلو ديني، ماذا هي سوف تعد للعشاء؟ كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول لها كيل بلاتو فو مونجي، لا هتقول لها ايه كيسكو تامير فير، لا كيسكو فا مونجي سسوار، ماذا نحن سوف ناكل هذا المساء؟ انت بتسال والدتك، فهتقول لها ايه هناكل ايه بالليل. هي دي معناها كده بالظبط. السؤال رقم 8 يا شباب، فوتراميفو ميغغير، يعني صديقك عايز يخس، كيسكو فولويديت، ماذا انت تقول له؟ هتقول له ايه؟ ني مونج با دي تو، لا تاكل على الاطلاق، ولا هتقول له فيت سبور، العب رياضه، اي مونج بو، وكل قليل. رقم 9 يا شباب، فود موندي افوتريمير سوكيل في على كويزين، انت بتسال والدتك ماذا هي تفعل في المطبخ؟ كيسكيل ريبون، ماذا هي تجيب؟ هتعمل ايه في المطبخ؟ طبعا جو بغي بار لو غيبا، انا بجهز الوجبه. بور اشتي دي ليجيم، لكي تشتري خضروات. كيسكو فوديت او فوندير، ماذا انت تقول الى البائع؟ هتقول ايه؟ عايز تشتري ايه يا شباب؟ خضروات، ركز. جي فودري دو كيلو دي كاروت، انا عايز 2 كيلو من الجزر. رقم 11، فودموندي افوترامين، انت بتسال صديقك لوسي غو، المشروب سيكوا يكون ماذا؟ كيسكيل دي، ماذا هو؟ يقول ستين سورت دي بواسون، انه احد انواع المشروبات. رقم 12، لو جارسون تو دوموند سو كي توبرون كوم ديسير، الجارسون بيطلب منك او بيسالك ماذا انت تريد ان تتناول كحلوى، كوم ديسير، هتقول له ايه؟ طبعا كحلوى حاجه هتحلي بيها، هتقول له جيفو ان جلاس على فانيلي. رقم 13، تو دوموند ان امي لي بغدوي سيليريير كيل ايم مونجي، انت بتسال صديق منتجات الحبوب اللي هو بيحب ان ياكلها، هتبقى لو غي الي بات، الرز والمكرونه. رقم 14 يا شباب، تسافر لا كويزين، انت بتعرف تطبخ، انت بتعرف تطبخي، تودي، انت هتقولي ايه؟ هتقولي جو بريبار دي بون بلا، انا بجهز اطباق جيده او حلوه قوي. تو باغلي دي كونسي، انت بتتكلم عن النصائح، كو تون موديسا بغزوند، التي الطبيب بتاعك قدمها لك او قال لك عليها، سيلون لو سيلون، حسب لا بيراميد المنتير اللي هو الهرم الغذائي، تدي انت هتقول ايه؟ فيوند باسون اوف ان فوا بار جور، طبعا دي الاجابه الصحيحه. ليه؟ لان بواب كود السودا ديت اشرب كثيرا من السودا عمرها ما هتكون اجابه منطقيه، ولان ديت مش من ضمن النصائح لان انت تكون في صحه جيده. وماتير جراس اشاك ربا، مواد دهنيه في كل وجبه، طبعا برضو نفس الفكره ما تنفعش، يبقى هي اللي فاتت. رقم 16 يا شباب، دوناميت موند سوكيل دوا، يعني صديقك بيسالك ماذا يجب ان يفعل بوريترون بونسانتي لكي يكون في صحه جيده، تمام؟ انت اللي هتقول له ايه بقى؟ هتقول له ايه؟ مونج دي ليجيم اي دي فيغوي فغي، يعني تناول خضروات وفواكه طازجه. تو ديكريتا كلاس بريفري، تو دي انت بتوصف الايس كريم بتاعك المفضل، انت تقول، هتقول جوليم على فغاز او شوكولا، انا بحبها بالفراوله وبالشوكولاته. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حل التمارين الى الان كده، حلينا المواقف في الفيديو ده، وحلينا التمارين اللي كانت في الشرح. هتلاقوا فيديو بعد الفيديو ده على طول لحل الاربع قطع، الاربع وثائق، هتلاقوه في قائمه التشغيل بعد الفيديو ده على طول. وان شاء الله الفيديو القادم اللي هنزله ان شاء الله هيكون عن حل تمارين القواعد. انتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.